حياكم الله سارة وثامر والمشاهدين جميعا. نتكلم عن القلب ومرضى القلب والصيام بشكل عام. هناك علاقة بين الصيام وأيضا بين الصحة والقوة. وبالنسبة لمرضى القلب أحيانا يكون مفيد لهم هذا الصيام، وبعض المرضى الآخرين ربما ضار لهم. هناك فئات من مرضى القلب يحتاجون أيضا لمتابعة مع الطبيب المختص، وأيضا أخذ الاستشارات اللازمة وتنظيم طعامهم في شهر رمضان المبارك. نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أيمن الصالح، رئيس قسطرة القلب في مستشفى الملك خالد الجامعي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود. أهلا بك. أهلا، حياك الله. أولا بالنسبة لمرضى القلب والصيام بشكل عام باختصار. والله يعني أمراض القلب أو مرضى القلب ينقسمون إلى يعني مجموعة تكون أمراض القلب عندهم مستقرة وغير مستقرة. المرضى اللي يكون عندهم عدم استقرار في عضلة القلب أو ضعف في عضلة القلب، قد يكون هناك في تجمع سوائل، وإذا حصل الشيء هذا قد يكون الصيام عنده يسبب مشكلة. لكن عموما الصيام له فوائد كثيرة لمرضى القلب، يخفف نبضات القلب، يزيد من جودة ضخ القلب، ويعدل من العلامات الحيوية عموما. يعني يعتمد على الحالة القلبية بحد ذاتها. الطبيب هو اللي يقيم الحالة، والحالات اللي ممكن يعني يصومون وغير والآخرين اللي ما يمكن يصومون. يعني نرجع إذا كانت مستقرة وغير مستقرة، وغالبا اللي يعانون من ضعف عضلة القلب لازم نتأكد أنه وصل إلى مرحلة مستقرة في مستوى السوائل في الجسم، هل يحتاجون أدوية إضافية؟ إذا كانت في استقرار فإن شاء الله ما في مانع، لكن إذا كان في عدم استقرار في الحالة فهذيك الساعة نتريث في قرار الصيام. لكن عدم الالتزام بهذا ممكن فيه خطورة قوية على المريض. ما في شك، تجمع سوائل، جلطات، خلافه، الله الحافظ. بالنسبة لمسيلات الدم يعني لمرضى القلب لازم الحفاظ عليها، خصوصا إذا كان في دعامات أو في خثرات سابقة في مرحلة معينة، فتكون يا أما يكون في حالة استقرار إذا كانت وقت الصيام أو وقت بعد الإفطار الواحد يزاول الأدوية تبعه. بالنسبة لنتكلم عن أداء القلب وقت الصيام، يعني هل هو أداء القلب كما هو بدون صيام؟ وفي أبحاث فسيولوجية في هذا الموضوع، فزي ما أنت عارف وقت الصيام نبضات القلب تخف، ضغط الدم ينزل، وجودة الضخ ترتفع، ففي كثير من مرضى القلب يستفيدون من التغيرات الفسيولوجية اللي تحصل، وإحنا نبني على هالشيء هذا. بالنسبة للأغذية اللي ممكن يلتزم بها مريض القلب وأيضا غير مريض القلب للوقاية، الاعتناء بالصحة العامة، يعني الابتعاد عن الدهون المشبعة، الابتعاد عن الابتعاد عن الدهون المشبعة، الابتعاد عن عدم المشبعة بالأملاح. احنا طبعا في معمل قسطرة وفي حالات يعني متكررة عندنا. شكرا دكتور أيمن الصالح، رئيس قسم قسطرة القلب. طبعا الدكتور عندنا الآن عملية، ونعتذر أخذنا من دقائق، جزاك الله خير وشكرا لسعيكم. وكما ذكر الدكتور معلومات هامة عن مرض القلب ومرض القلب الذين لابد من مراجعة الطبيب باستمرار، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، استعدادا لصيام شهر رمضان المبارك بصحة وعافية. وكما ذكر الدكتور أيضا الصيام هو بشكل عام هو صحة وعافية، وخاصة لمرض القلب. لكن هناك فئات من المصابين بأمراض القلب ربما يسبب لهم هذا الصيام خطورة على الصحة. وأعود إليك سارة وثامر. يعطيك العافية حمد. الله يشفي كل مريض. شكرا لك حمد بن حسين.